المنتخب المغربي والمنتخب العراقي، ومباراة فيها الكثير من الإثارة، هكذا المنتظر بحول الله تعالى. نعرف تماما الإمكانيات الجميلة والرائعة للأسماء الشابة للبلدين، وأن تكون مباراة جميلة ورائعة للمشاهدين والمتابعين. ويجد إمكانياته الفردية وإرسال كرات عرضية، لكن حتى الآن تحت الرقابة بصورة ممتازة. يوضع اللاعب سعيد الرافي، خطيرة للمنتخب العراقي، فرصة، محاولة، صعبة على حراس المرمى. مثل هكذا تصويبات لما ترتطم بالأرض اتخاذ حراس المرمى، لكن طه بن غزيل يتصدى لتصويبة القائد حسن علي وجزر القمر. لكن عندنا المنتخب العراقي يحاول تصويبة، ياهي كرة، لكن طه بن غزيل، شوف من مسافات بعيدة لكنها كانت رايحة. أحمد جواد حاول فيها، وهذه الكرة يا الله كم كانت جميلة، كم كانت رائعة. محمد كبداني اللاعب الذي يأتي بكرة للأمام، خطير، أن المباراة خلاص في طريقها للنهاية، لربما تتغير الأمور، تتبدل، تنقلب رأسا على عقب، وهكذا الجميع في وضعية الانتظار. هذه الفرصة الجميلة، يا سلام يا سلام يا سلام، متع ناظريك بلقطة جميلة يقدمها سعيد الرافعي بلمسة معلم، اللاعب الذي يقدم عمل جيد في الشوط الأول سعيد الرافعي، لأن الفريق الذي وصل إلى المباراة النهائية يوم وخسر النهائي، لكنه حصل على لقب طبعا اللعب النظيف، وأفضل لاعب كان من نصيب شيركو كريم، وأفضل هداف كذلك. وهذه لعبة خطيرة، الله الله، أسود الرافدين في نهايات الشوط الأول، لمسة معلم حطها براسه بصورة جميلة وثبت الجميع، حرك الشباك. العراق يبدأ التسجيل، يقول كلمته، يسعد المحبين والأنصار في كل مكان. يا لها من كرة جميلة انتهت بصورة مثالية، يا لها من كرة جميلة في مرمى طه بن غزيل، الحارس الذي دافع عن مرماه في أكثر من مناسبة، لكن الكرة استقرت. هذه الكرة العالية عدت من الكل، لكن تصطادها الرؤوس. نعم، حسن علي براسه حطها، يا سلام، الكرة للأمام، محاولة، أخطأ المدافع في إبعادها، وبالتالي سعيد الرافعي يبحث عن المرور، لا زال يحاول سعيد، وتمريرة، التصويبة، يا ستار، كم كانت جميلة. سجاد محمد أبعدها، تألق، وبالتالي دافع عن عرينة ببسالة، أبعد كرة في قمة الخطورة، في زاوية، في مقتل، أرسلها في زاوية صعبة جدا. يبدو أن 4 دقائق الوقت المحتسب بدل الضايع، وعندنا محاولة، التعديل للمنتخب المغربي، يا ستار، المنتخب المغربي لا ينتظر طويلا، يعود سريعا، وعن طريق الرؤوس كذلك، لأنه يعود ويعادل ما كان في رقابة على محمد أمين قتب. محمد أمين الذي تواجد في المكان السليم، وين الدفاعات العراقية؟ ما كانت حاضرة، يضعها بصورة ممتازة في المرمى ويعيد الأمور إلى 1-1. 1-1 هو محمد أمين، نعم، براسه يصطادها، وبالتالي فرحة كبيرة من الجانب المغربي في العودة. وصلت إلى مستوى النضج بصورة أفضل، وتكون في عمر من المفترض أن يكون فيها عمل كبير، والمنتخب العراقي يحاول، يا ستار، كلام كبير
كرار جعفر ما الذي فعله في اللقطة الماضية؟ أي مهارة، أي نجومية، أي موهبة يقدمها في لقطة حكاية، حكاية من حكايات هذه البطولة. ياهو هدف جميل، القميص رقم 10، 10 على 10، هذا هو العراق، 10 على 10، هذا هو العراق يعود للتقدم مجددا 2-1 بموهبة جميلة يسجل من خلالها كرار جعفر، وبالتالي هذا هدف جميل جدا. نعم، عن طريق هذا الرجل عبر السنوات القليلة نشاهد أسماء أخرى جميلة. كرار جعفر الذي سجل هدفا جميلا. ياهو شوط، ياهو شوط، نعم، العراق والمغرب، ياهو شوط حلو بأهدافه الثلاثة. العراق يتقدم بهدفين، المغرب بهدف. الرجل الواضح أمامك وهذا البديل كامران خضير، الرجل الذي يستدعى في تشكيلة أحمد الربيعي، لربما أفضل ما يمكن أن يقال عن شوط المباراة الأول أن المنتخب العراقي يعرف من أين تؤكل الكتف، لأنه ترك الملعب للمنتخب المغربي يصول ويجول، لكن نتيجة المباراة الآن تحتم على المغربيين إن شيء من المغامرة، شيء من التركيز، شيء من العمل الهجومي المنظم، الكثافة الهجومية، لأن 2-1 نتيجة تضع في حرج. وهذه لعبة خطيرة، خطيرة، حالة سقوط الصافرة وضرب الجزاء، ضرب الجزاء يشير إليها حكم المباراة يحيى الملا. المهارة تقول كلمتها، نعم المهارة. عبد الحميد معلي هذا اللاعب الذي مر وتجاوز وبعد ذلك يأتي سجاد الجبوري يتدخل يعرقل في منطقة الجزاء، حيث القرار من جانب حكم المباراة على وجود ضربة جزاء. هكذا يحيى الملا يعلن عن ضربة جزاء وعن فرصة ثمينة جدا للمنتخب المغربي من أجل العودة. هل ينجح في التعديل؟ هل يعيد القمصان الحمراء باتجاه 2-2؟ محمد كبداني، المغاربة ينتظرونه ويدعون له لأنها فرصة للتعادل من ضربة جزاء. سجل الله سجاد محمد، شو اللي عمله؟ ردة فعل خيالية، الكرة كانت في زاوية صعبة بالمناسبة وكانت جميلة، ونفذها محمد كبداني على أجمل ما يكون، لكن سجاد محمد قفزة هائلة وبالتالي أنقذ الموقف. تعود الكرة، الفرصة خطرة، يا ستار يا ستار، نار نار نار، لا زالت في منطقة الجزاء، لا زالت الفرصة للمغاربة من أجل العودة والتعديل. حكم المباراة أشار على وجود خطأ، لقطة تحبس الأنفاس، لقطة تحبس الأنفاس. نعم، حارس المرمى سجاد محمد يتألق يتعملق، ردة فعل جميلة، اختيار الزاوية المناسبة، وضعها حلوة اللاعب وضعها حلوة بالمناسبة، حطها على أجمل ما يكون، أجمل ما يكون محمد كبداني حطها في الجهة اليمنى لحارس المرمى، لكن حارس المرمى يذهب في المكان المناسب ولاحظ ردة فعل الزملاء وكأن المباراة انتهت وكأن الأمور، ردة فعل جميلة. هكذا لقطة بالإمكان أن تذهب بالمباراة لمصلحتك. الآن كم من المعنويات وكم من الطاقات الإيجابية، أسماء جميلة كذلك مرت على كرة القدم المغربية. الدقائق العشر الأخيرة، خلونا نتفائل بما تبقى من دقائق، لأن الشوط الثاني ما وصل إلى المستوى المرجو. أنا تركت الشوط الأول في نهاياته والمباراة كانت مولعة. أوهو، راحت للأحمر، راحت للأحمر، الكرت الأحمر محمد كبداني، إلا ما أهدر ضربة جزاء بس كبداني، ما هو يومه، واحدة من المباريات اللي بالنسبة له ما راح ينساها على مستوى الضغط الكبير وعلى مستوى طبعا التأثير السلبي اللي راح يكون. نتمنى انه ما يكون تأثير سلبي على محمد كبداني، لكن
لاعب الآن يغادر بالبطاقة الحمراء وفريقه متأخر 2-1 في هذا الوقت، ولاعب أهدر ضربة جزاء كان بالإمكان أن يكون التعادل 2-2.